لعمل استخراج شهادات ما قبل التخصيص، وقد حضر معنا اليوم 6 ولايات حضروا هناك كولايات نموذجية. اليوم كما وعدناكم ان الانطلاقه تكون في 15 افريل، لازم نحترموا على الاقل المواعيد تاعنا. اليوم انطلاقه تاع 15 افريل في تسهيل مهمه استلام شهادات ما قبل التخصيص للمواطنين، وبدات العمليه اليوم تبدا اليوم وتخص 26 ولايه اللي راهي متحضره، تبدا اليوم وتنتهي في 25 في الشهر، تنتهي بالعاصمة، لأن العاصمة عندها العدد الأكبر تقريبا 10,000 بريافكتاسيون، دونك من 15 الفاتساك 10 أيام، لأن عدد هائل كبير، وتخص معظم الولايات بما فيها الولايات الشمالية والهضاب العليا والجنوب والجنوب أقصى الجنوب. نعمل على تحديث في الابليكاسيون ان شاء الله تكون اللي تسمح للمواطن متابعه الملف في كل المراحل من البدايه حتى تسليم المفاتيح. في الايام القادمه ستطلق هذه التركيبه الجديده اللي تسمح للمكتتب انه يعرف حتى المراحل المستقبليه، وهكذا يتابع الملف تاعه تدريجيا. شعلوا